عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنكمل درس مقارنه الكسور. قبل كده خدنا مقارنه الكسور العاديه اللي هي الاعداديه، النهارده هناخد مقارنه الكسور العشريه. في حاله ما يكون في كسور عشريه بنعمل ايه؟ تعالى ناخد مثال كده بسيط. ايهما اكبر، 6 اجزاء من 10 ام 35 جزء من 100؟ اول حاجه هنبص عليها عدد الاجزاء اللي عندنا، لازم اولا نساوي عدد الاجزاء، لازم تكون عدد الاجزاء اللي عندنا متساويه. هنا جزء من 10 وهنا جزء من 10 وجزء من 100، يعني هنا في جزء واحد وهنا في جزئين، لازم اول خطوه نعملها نساوي عدد الاجزاء. هنعمل ايه؟ هنزود صفر هنا على الستة، يبقى هنحط هنا صفر، بقى هنا عندنا جزئين وهنا عندنا جزئين، يبقى كده نقدر ايه نقارن بين الاجزاء الكسور العشريه بسهوله. هنا هنبص على اول رقم عندنا بعد العلامه، هنا اول رقم عندنا بعد العلامه 6 وهنا 3، يبقى بنبص على اول رقم بعد العلامه من ناحيه الايه؟ من ناحيه اليمين، يبقى هنبص على السته، هنقارن بين السته والثلاثه، مين اللي اكبر؟ طبعا هيبقى الستة أكبر من التلاتة، يعني 6 أجزاء من 10 أكبر من 35 جزء من 100. طيب تعالي نشوف تدريب كده على الكلام دوت. هنا رقم واحد 4 و 92 جزء من 100، والناحية التانية 7 و 21 جزء من 100. طيب هنا ده مش كسر عشري، ده عدد عشري. يعني إيه عدد عشري؟ يعني عدد صحيح ومعاه كسر عشري، وهنا عدد صحيح ومعاه كسر عشري، عدد صحيح وأجزاء وهنا عدد صحيح وأجزاء. طيب قبل ما نساوي الأجزاء أو نبص على عدد الأجزاء، طب ما إحنا عندنا هنا أعداد صحيحة، ما تيجي نبص الأول على الأعداد الصحيحة، هنقارن بين الأعداد الصحيحة الموجودة، هنا 4 وهنا 7، فطبعاً السبعة أكبر من الأربعة، كده مش هنحتاج إن إحنا نروح نبص على الأجزاء، لأن عندنا ده عدد عشري، في عدد صحيح، هنبص الأول على الأعداد الصحيحة ونقارن منها، طبعاً طبيعي السبعة تبقى أكبر من الأربعة. طب تعالى نشوف مثال تاني بين كسرين عشريين، تمام؟ مفيش هنا أعداد صحيحة، هنا صفر وهنا صفر، تعالى نبص على الأجزاء، هنا عدد الأجزاء 3 وهنا عدد الأجزاء 3، تمام، يبقى مش هنحتاج إن إحنا نساوي عدد الأجزاء، هنا 3 وهنا 3، طب خلاص نيجي بعد كده على الخطوة اللي بعديها، هنبص على الرقم اللي بعد العلامة، هنا 4 وهنا 3، يبقى المقارنة بين الأربعة والتلاتة، طبعًا الأربعة أكبر من التلاتة، يبقى الكسر الأولاني أكبر من الكسر الثاني. طيب تعالى نشوف بقى كده تدريب. طيب لو جات لك مسألة فيها كسر عشري وكسر عادي هنعمل إيه؟ لما نحول الكسر العشري لكسر عادي أو العكس، نحول العادي لعشري، هتشوفي أنهي أسهل ليكي في التحويل وهتعملي إيه؟ المهم الاتنين يبقوا زي بعض، لما نيجي نقارن بين كسرين عشريين أو كسرين عاديين، ما ينفعش تبقى المقارنة بين كسر عشري وكسر عادي، لازم الاتنين يبقوا زي بعض، يا إما عشري يا إما عادي. طيب إحنا هنا هنفتكر الخمسة من عشرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 على 10، يعني هي كان أصلها ايه؟ كان أصلها نص، فهنا هنحول الكسر لايه؟ العادي لكسر عشري، هنا عندنا أسهل لنا إن احنا نحول الكسر العادي لكسر عشري. إزاي؟ خدنا قبل كده حاجة اسمها جدول الصحاب أو جدول الأصدقاء، اللي هو ايه؟ إن احنا عندنا في أعداد بنضربها في بعض بتدينا العشرة ومضاعفاتها، زي إيه؟ زي الاتنين في خمسة، اتنين في خمسة ناتج الضرب كام؟ 10، بعد كده 4 في 25 و8 في 125، يبقى هنا أسهل ليكي إن أنت تحولي النص ده بكسر عشري، معناها 5 على 10، 5 على 10، إزاي؟ هنضرب بسط ومقام في 5. هنضرب بسط ومقام في 5، يبقى 5 على 10 وهنا 5 من 10، يبقى هنا الاثنين مساويين، النص هو نفسه ال5 من 10، خلاص؟ يبقى هنا اما نحول الكسر العادي لكسر عشري او الكسر العشري لكسر عادي. تعالي كده نفتكر مع بعض اللي انا قلته، جدول الاصحاب او جدول الاصدقاء، اللي هو 2 في 5 ب10، 4 في 25 ب100، 8 في 125 ب1000، دي بنحتاج ليها لما نحب نحول الكسر العادي لكسر عشري، عشان نحول الكسر العادي لكسر عشري نخلي المقام يا اما 10 يا اما 100 يا اما 1000 يا اما 10000، يعني ال 10 ومضاعفاتها، تمام؟ عشان نخلي المقام 10 و100 و1000 بنفتكر مع بعض جدول الصحاب، اللي هو 2 في 5 ب10، 4 في 25 ب100، 8 في 125 ب1000، يبقى لما نحول الكسر العادي لكسر عشري يعني ايه نحول الكسر العادي؟
تاني كسر عشر يعني نخلي المقام 10 او 100 او 1000 تمام. في حالات هنعمل العكس، هنحول العشر ده لعادي. خلاص تعالوا نشوف كده مع بعض. هناخد تدريب مدينا مقارنة بين 7 على 8 و 775 جزء من 1000. هو بيقول لك اكتب كلمة صح أم خطأ، يعني تعالي نشوف الجملة دي صح ولا غلط، تمام؟ هل 7 على 8 أقل من 775 جزء من 1000؟ طب إحنا قلنا عشان نقارن لازم الاتنين، يا إما يبقى 10 يا إما الاتنين يبقوا كسر عادي. طيب إحنا عندنا هنا هنبص على 7 على 8، هنبص على 7 على 8، هنلاقي المقام 8. طب ال 8 دي مش عندنا موجودة في جدول الصحاب؟ يا ميس موجودة عندنا في جدول الصحاب. 8 في 125 بكام؟ ب 1000. يبقى نقدر نحول الكسر العادي ده لكسر 10، يبقى هنحول الكسر العادي لكسر 10، هنضرب فوق في 125 وتحت في 125 عشان نخلي المقام ايه؟ عشان نخلي المقام 1000 ونحول الكسر العادي لكسر 10. تعالى نضرب بسط المقام في 125، هيطلع البسط